رفض الزواج لاسباب بالنسبه لغيري غير مقنعه. مثلا بالنسبه لي انا مقنعه زي شخص مثلا عايزه حد ملتزم او على دين او على خلق، بيدين الناس من اهل الخلق والدين بس اقل مني، وانا شايفه ان حاجه زي دي ما تقدرش تتناسب مع شخص. يعني انا ما لا انت مش رافضه الزواج كده، انت لست برافضه الزواج، لكن انت ترفضين غير الكفر عشان نوصل من وجهه نظري. بس من وجهه نظر اهلي او اللي حواليا يعني شايفين انه ده مش صح. لا من يتكلم الان بس حتى نوصف السؤال توصيفا صحيحا، انت الان فتح الباب للزواج الحمد لله، لكن تريدين الكفء لك. ايوه صح كده. هم ياتونك باقوام اكفاء من وجهه نظرهم، لكن ليسوا باكفاء من وجهه نظرك. تمام. لست باثمه. هو غير الاسم. طب رأي حضرتك لو في حد قدم ممكن يكون كفء لكن في الناحيه الدينيه مؤدي فروض فقط، لكن انا الحمد لله بفضل مني اعلى شويه، هل الموافقه في حاجه زي كده صح ولا افضل ان اخد حد اعلى مني في الدين؟ اذا استنصحتيني. ايوه اذا استنصحتيني دي منظومه متكامله. يعني اولا سنسالك اسئله عن نفسك اولا، وثانيا نسالك عن المتقدم، يعني هل هو خلقه حسن، هل هو ثري يستطيع يعني يعوض الكفاءة العلمية بكفاءة مالية، هل هو متعلم في تعليمك، أهل ناس طيبين، حماتك اللي تكون جميع الشروط مثلا متوفرة إلا الدين، يعني الدين أقل. لا الدين أهم حاجة. إذا كنت لا الدين متوفر اللي هو يعني الإنسان بيقبل شروطه، لكن لا أصل ممكن الدين متوفر عفوا، ممكن يكون مصلي وصائم، ولكن معلش يعني هذا حال كثيرين من الناس أصحاب الأفكار العلمانية، مصلي وصائم لكن تكلمين على الحدود يقول لك هذا وحدي وحشية. في كده ممكن يكون مصلي وصائم لكن ما يمنع أنه ينظر إلى المسلسلات والأفلام، ممكن مصلي وصائم ويأخذك للمصرف حيث الاختلاط، فهي منظومة متكاملة. لابد أن ننظر للشخص نظرة إجمالية عامة، فما نستطيع نفتيك كده فتوى سريعة. يعني على كل حال إذا كان أهلك من أهل الفضل وأهل الخير يسألوا سؤال جيد عن المتقدم في خلقه ودينه، وأنا أشكرك أنك تحريص على الدين. جزاك الله خير. ربنا يكرمك يا شيخ.